هاد النبتة هذه اللي ماشي غير جميلة فقط، بل عندها خاصيات أخرى كبيرة بزاف، واللي هي مهمة مهمة تكون عندنا في الداخل ديال البيوت ديالنا. فهاد الخاصيات اللي عندها هاد النبتة هذه أنها كتنظف داك الجو داخل المنزل ديالنا، اللي كيكون ملوث بالصباغة ديال الأثاث، كيكون ملوث بالصباغة ديال الحائط، ملوث بالمواد التنظيف اللي كنستعملوها يوميا، مثل مثلا جافيل، ومثل مواد تنظيف المراحيض او الحمامات وغير ذلك. وهذه النبتة هذه كتنبت بسرعة وكتسلق لأعلى، كيف ما كتكون زعما دغيا كتعطي واحد المنظر جميل جدا. وقبل ما نوريكم كيفاش يمكن العناية بهذه النبتة هذه اللي كتنمو بسرعة وكتنظف لنا الجو ديالنا، كنطلب منكم تفرحوني ببصماتكم وباشتراكاتكم اللي ما مشتركش، وغادي ندخلو دابا نوريكم كيفاش نستعملوا هذه النبتة هذه باش دغيا تعطينا ديك النتيجة المطلوبة منها، وتنظف لينا البيوت ديالنا وتأكسجيني لينا، تعطينا داك الأكسجين في البيوت ديالنا الداخلية. يلا على بركة الله. كناخدو شوية ديال الماء، كنديرو في هكا، كناخدو نص تقريبا نص. أنا دايرة هاد ليموغ هادي، مي كل واحد يدير شنو بغا، يدير في قريعة، يدير في كاس، يدير في كيف ما بغا. كناخدو هاد العريشات ديالها بحال هكا، كنقطعوهم هكايا من هنا، من جديرات ديال هذا بحال هكا، هانتوما كتشوفوني فين كنقطع، هنايا عند الراس ديالها بحال هكا. وكنوضعوهم في الماء في الكيسان ديالنا، كنوضعوهم في داك شويه الماء، ما كنكثروش الماء بزاف حيت راه ما كيبغيوش الماء بزاف. هادو في الاول كنديروا هاد الماء بحال هكا في شي كاس ولا في شي قرعه ولا شي حاجه اللي غادي نخلي فيها ديك النباتات ديالنا بحال هكا. وكنخليوهم هكا لواحد المده ديال اسبوع تقريبا، ومن بعد غادي يعطينا دوك كوم كيف تنقولوا لهم، دوك لي بتي تيج هنا كيبداو ينبتوا. ملي كينبت لينا داك لي بتي تيج بحال هكا، كنحيدوهم من هاد لي ميغ هادي وكنزرعوهم. دابا بحال هكا كنخليوهم شويه في شويه جهه الشمس بحال هكا، وكنخليوهم بحال هكذا، ومن بعد كيعطيونا هاد النتيجه هذه. هي كيف كتشوفوها، ها هي، وكيمكن ليها تسلق كما انها كيمكن ليها تنزل لتحت. فوالا، هاني وريتكم هاد الطريقه هذه، وكنتمنى ما تبخلوش عليا باللي لايك ديالكم وباشتراكات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء ان شاء الله. ها هما كي شفتوهم كيف جاوا.